حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. ايه رايك؟ بص انا مش عارفه اتخيلها قوي، شكلها حلو. لا وقريبه كمان، يعني دي مثلا تلت نص ساعه من هنا. بصي دي مثلا الجنينه الكبيره ودي الجنينه الصغيره اللي على البيت. مش فاهمه حاجه دي. لا بصي هتبقى عامله كده لما تخلص. بس دي مش قدامها شويه على ما تخلص؟ لا 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 لا، ست سبع شهور بالكتير. يا سلام، الوقت يبقى وقت اكتر من كده بكتير. لا انا صاحب الكومباوند ده اعرفه فهيظبطنا في الوقت. طب ايه؟ اعمل ايه؟ مش عارف. طيب انا شايف بقى ان احنا نروح نشوف اسهل. انا كنت فاكراك مكرر. بصي هو انا تقريبا مقرر، انا اصلا مش متعود اخد راي حد. بس انا المره دي حاسس ان انا عايز اخد رايك. فين الساندوتش بتاعي؟ لا على فكره هم ايدين اتنين بس، على فكره مش اخطبوط انا. يا ريتك كنت اخطبوط، على الاقل يعني كنت تبقي مفيده بدل ما انت عاله على المجتمع الدولي كده. حرام عليكي بجد، رجعنا جدا. ده بقول لك ايه؟ انزلي اعملي نفسك اكل، انا خلاص مش هنزل على النوم. لا حبيبتي ده كان زمان يا ماما، انا دلوقتي واحده تعبانه وبلف على رجليا فانا محتاجه اللي يقف جنبي بصراحه. بقول لك يا ساره، ما تقولي لهم ان انت سبتي الشغل وتخلصي. شويه كده هقول شويه. هو انت مش كنت قلتي لسليم ان انت هتبعتي له السي في بتاعك؟ نسيت. نسيتي؟ اللي يشوفك بتزني عايز اشتغل عايز اشتغل عايز اشتغل عايز ما يشوفكيش وانت منفضه له بقالك اسبوع. ايه في ايه؟ ما يندو حبيبتي نسيت يعني ما بتحصل يعني. بصي لو ما كلمتوش بكره بايه يفكريني؟ طب عملتي ايه بقى مع الراجل اللي انا قلت لك عليه؟
هنهي رابي؟ بتاع 6 اكتوبر؟ انت عايزاني اروح من هنا ل 6 اكتوبر؟ لا يا حبيبتي انا ما اقدرش، انا صحتي ما تستحملش المشوار ده كله. لا وده ايه ده شغل؟ ده عميل عندي كان طالب موظفين عنده في الشركه. طب ما انت ما ينفعش تقعدي من غير شغل كده. افرضي انكل ولا طنط قالوا لك فين المرتب فين العموله هتقولي ايه؟ مش عارفه بقى يعني، ممكن اسحب بقى فلوس من البنك واقول لهم يعني ان ده المرتب يعني هتصرف. مش عارفه. مش كفايه صرف فلوس على اللفه على المولات والكافيهات بقى ولا ايه؟ لولو ما تخلي حسن يحجزي ترابيزه عنده، يمكن يعني اوفر يروح. لا يا ستي حرام عليكي، لحسن بنته تشوفك معاه هيعمل ايه يعني؟ هيلاقيها منك ولا من عليا؟ انا استنيتك كتير تيجي تحكي لي يا عليا، ولمحت لك كذا مره على فكره وانت ولا هنا. كل مره اقول خلاص يمكن الموضوع ما طولش زي كل مواضيع عليا، يا اما هتيجي تحكي لي بكره اكيد. مش حاجه. طب سارة أنا فاهمة إن أنت حكي لها، هي شافته معاكي وخدتي زيادة عيد الميلاد اللي رجع منه قال لي كنت في عيد ميلاد واحدة صغيرة، قلت بنت أخته بنت أخوه، إنما الراجل يطلع كان متجوز ومخلف إيه يا علي؟ والله كنت عايزة أقول لك من الأول زي ما أنت قلتي، بس أنا أصلا معرفش الموضوع كان رايح فين ولا يستاهل يتحكي ولا لأ، وبعدين أنت لسه كنت عارفة إنك تعبانة، وبعدين حتى لما عرفت إنه بجد كان ساعتها وقت خناقتك مع عمر، فمش في عز اللي انت فيه وانت بتتخانقي مع عمر وشايفه ان حياتك كلها بايظه زي ما كنت انت بتقولي، هاجي اقول لك امينه انا مبسوطه قوي وشكلي بحب، ساعتها يعني ما كانش يبقى عندي دم. بتحبي؟ اختي بتحب. بس انا خفيت برضو ما قلتليش. ايوه عشان كنت خايفه منك يعني، بالذات عشان حوار انه مخلف، وكنت عارفه ان انت مش هتوافقي، فما كنتش قادره ادخل معاكي في مشاكل وانا اصلا متلخبطه ومش عارفه اعمل ايه. متلخبطه ازاي بقى؟ احكي لي. هو موضوع المشروم ده زي موضوع افلام الرعب بالظبط، اثبات ودليل ان انت وعليا اخوات. ايه ده، هي كمان ما بتحبش المشروم؟ خالص، وطول الوقت بتنسى تطلب يشيلوه من الاكل، بقعد القطه من طبقها زي ما بلقطه من طبقي كده. خلاص خلصوا. اتفضل. لا ميرسي انا اتغديت. شهد انا عايزه اشكرك. تشكريني على ايه؟ على انت بتعملي مع عليا. انت بتتكلمي بجد ولا بتتريقي؟ والله بتكلم بجد يا بنتي، انا بجد عايزه اشكرك على وقفتك جنبها. انا الفتره اللي فاتت ما كنتش مركزه معاها، ما كنتش شايفاها يا حبيبتي. اكيد موضوع حسن ده كان تعبها ومشغلها ومش عارفه تتعامل لوحدها، وانا عارفه ان انت وقفتي جنبها. امينه حبيبتي ما تشيليش فوق طاقتك، انت كنت عامله زي اللي شايل طوف فوق ظهره، فطبيعي مش هشوف غير تحت رجليه. بس برضه انت وقفتي جنبها. مش مهم بقى النصيحة صح ولا غلط، بس وقفتي جنبها. كنتي أخت، أخت واقفة جنب أختها وتخاف عليها وتسندها لما بتقع، وعشان كل ده أنا عايزة أشكرك بجد. والحمد لله انت لسه جنبها وفي ظهرها ورجعت لها اهو بالسلام. انا طبعا جنبها اكيد، بس يعني انت وعليا اصلكم عندكم ربع ضارب كده زي بعض وسنكم قريب من بعض، انا عارفه ان عليا ساعات بتخاف تحكي لي على حاجات احكيها لك انت. انت عارفه كويس قوي ان عليا مش بتخاف مني صح؟ هو كل الموضوع ان هي بس خايفه صورتها تتهز قدامك، خايفه ان انت تشوفيها قليله لان هي شايفاكي كبيره قوي. هاي هاي ازيك؟ تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. طب انا هطير انا بقى عشان الشغل. هطير يا دوبك. ماشي. لا لا انت بتعملي ايه؟ خلاص انسي. كل مره يعني؟ اه كل مره طبعا. يلا ماشي. متشكرين قوي على الواجب ده. موبايل. انا اللي متشكره. باي باي. باي. ثانيه واحده بس، على سيره الشغل انا لازم اكلم البت ساره.
زفته زفته طول الوقت، يا اما ما بتردش يا موبايلها فاصل. يمكن بتعمل كده عشان تخلص بالزن. انا زنانه يا سليم؟ انا ما كنتش عارف ان انت وشاهد قريبين من بعض كده، تخرجوا سوا. لا هو احنا مش قريبين، هم قريبين. الفتره اللي فاتت دي واضح ان هم كانوا خايفين عليا فمش بيحكوا لي الحاجات الوحشه، ومكسوفين مني فمش بيحكوا لي الحاجات الحلوه، ما بقوش بيحكوا لي اي حاجه خالص، وشاهد بقت اقرب لهم مني. دراما يعني؟ مش دراما ولا حاجه، انا مش متضايقه. اوكي انا متضايقه شويه وغيرانه حبتين. لا 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 مش متضايقه، مش انا بس بحاول افهم، وعشان افهم لازم اقرب منها فبحاول اقرب منها. انت فين؟ انا قصادك. طب شوف بقى هتاكل ايه، عشان النهارده ورانا يوم طويل جدا. النهارده في حاجه لازم اعملها. اوكي شور. اوكي ثانك يو، باي باي. الاوردر بتاع بكره هيكون جاهز، ما تقلقش. انا مش قلقان، انا بفكر اخليكي تمسكي موضوع الكيترينج ده كله. انا؟ اه انتي، يعني انا كبير اشرف كده من بعيد، لو احتاجتيني اتدخل اتدخل، ما احتاجتنيش اتدخلش خالص. يعني يا لولو حاسس ان هو هيبقى شغل بجد بالنسبه لي، يعني تعرفي على ناس جديده وتتعلمي لك حاجه بدل ما انت حلوه كده. لا انا مش عارف اركز كده. ايه عملت ايه؟ ما انت ما عملتيش وانا مش عارف اركز، امال لما تعملي انا هعمل ايه؟ على فكرة اضطرك تركز حتى لو كنت في قرون بتنطط حواليك، فما تستعبطش بقى. مش استعبط خالص. طب أنا مجنونة، أنت بتجاريني ليه؟ عشان أنا كمان مجنون. لا بقولك إيه، أنا همشي. لا رايحة فين يا عقل؟ هستناك في العربية، أنا مكسوفة بجد. إيه؟ أنا إزاي جيت معاك؟ اهلا يا امينه، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا هنية، وحشاني. وشك ولا وش القمر ما شاء الله. ايه اللي انت جايبه ده بس؟ الله امينه جايبه تورتايه، انت بقى جاي لنا ملوطي كالعاده. خليكي في حالك يا هنية، وهدي شويه عشان امينه مكسوفه. مكسوفه؟ يعني انت عايز تقنعني بقى بعد العمله السودا اللي عملتوها انتوا الاثنين من يوميها، لسه معلقين برقه الحقيقه على وشكم. هنية سامت رايق. طب انا هروح اجيب الاطباق. كل سنة وانت طيب. طيب الساعة والسلامة حبيبي. أمينة ازيك يا أمينة؟ كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالساعة والسلامة. اتفضلي. مش عارف لو فاكرها أمينة، كانت ماسكة كل إيفنتس الشركة. ازيك يا أمينة؟ تمام الحمد لله. أول ما عرفت إن النهاردة عيد ميلادك أصرت إنها تيجي تقول لك كل سنة وانت طيب. لازم اشكرها انها جابتك لينا. لا ده سليم من كتر ما بيكلمني عن حضرتك وعن علاقتكو انا بجد كنت عايزه اتعرف على حضرتك. اهلا سعدك. كل سنه وانت طيب يا كبير. انت لسه يا يحيى بيا مجمعنا. بس يا عفو بابا قاعد انت اتمنى امنيه. خد يا امين طبقك. كل سنة وحضرتك طيب. ميرسي يا أمينة. عقبال ألف سنة. يلا كملي أنت يا أمينة. يكملك بالصحة والخير يا رب. أهلا زوزي. إيه ده؟ هو مش ميعاد نومك عدى من بدري ولا إيه؟ آه بس أنا كنت مستنيك عشان عايزة أشوفك. روحي أنا كمان نفسي أشوفك أوي. معلش نستحمل كام يوم كده لحد ما مواعيد شغلي تتظبط. هو انا ممكن اجي معاكي مره؟ طبعا مش هينفع، ده شغلي يا زوزي مش رحله. اه كويس لحقتك قبل ما انام. حبيبي ايه خير؟ لا عاملك اسماعيل سلام كان معايا عند الحلاق وبعدين بحكي له بقى على شغلك، فقال لي ان ابنه جاي من الامارات
وعاوز تصيفه حلوه. قلت له بس عليك وعلى ساره. ماين بقى ماين. لا تعبانه موت، مش هينفع خالص. بلف طول النهار وشغل و... بابا وسوزي جنبي. يا حبيبتي مش هينفع. طب خلصي بقى أميرة وبعدين كلمي كلمتين يا بنتي عشان خاطري. لا هينفع. دقيقة واحدة وطلع عليك. هغير هدومي بس. يلا حبيبتي باي. طب ما تكلمي الراجل شوف هو عايز. هكلمه بكره حبيبي، بس انا نايم سوزي لان ماينو طلعت عايزاني في حاجه مهمه جدا. بس انا ما اخدش دي اول بكره. الدقيقه دي بكره ان شاء الله. يلا حبيبي يلا يلا قول لي جدو باي. يلا يلا حبيبي باي باي. مش مشكله. يعني الدنيا زحمه قوي عندكم هنا في مصر، مش ممكن. انتوا مستحملين ازاي المشوار اللي بياخد نص ساعه بياخد ساعه وساعه ونص؟ تحب تاكل ايه؟ افطر لي بقى انت على ذوقك. طيب هات لنا اتنين سلمون ستيك. انا اصلا مش عارف ازاي سبت اسكندريه وجيت القاهره، ده احنا عايزين نهرب منها. على فكره اسكندريه زحمه مش فاضيه زي ما انت متخيل، كمان بقى اللي عايز يهرب يروح حته بعيده شويه. ما انا بفكر اهرب في حته ابعد. هتروح فين؟ دبي. يا دي بعيده قوي. طب انت عندك شغل هناك يعني ولا مخنوق وعايز تتفسح؟ والله في شغل اتعرض عليا زمان هناك وبعد كده رفضته، بس رجعت افكر فيه تاني. طب كويس قوي، وخصوصا لو العرض ده حلو اعمل كده يعني. ولو انت مفيش حاجه ربطاك هنا يعني في مصر ولا في حاجه؟ لا هو كان فيه، بس دلوقتي مفيش حاجه ربطاني الا امي. اشمعنى بقى دبي؟ يعني سافرتها قبل كده وحابب تعيش فيها؟ رحت كذا مره شغل وليا اصحاب كتير عايشين هناك. اهم حاجه بقى موضوع الصحاب ده، عشان احساس الغربه ده احساس بشع. تخيل سبت اسكندريه وجيت هنا القاهره وحاسه بغربه مع اني ما سبتش مصر كلها. وانا قاعده في البيت كده ساعات ببقى عايزه الم شنطتي واروح على اسكندريه، فبقى اتخنقت خلاص. بس بقول لنفسي اصبر شويه يعني، بكره يبقى عندي صحاب والامور تمشي. بس فعلا بتفكري ترجعي اسكندريه تاني؟ يعني حتى لو لقيت شغل في القاهره؟ على فكره انا هعتبر دي علامه، انا من الناس اللي بتصدق قوي في موضوع العلامات. يعني حتى اول مره اتقابلنا فيها كنت لسه شاريه الباور بانك، وبسبب بقى الباور بانك ده ما كنتش هقدم في الشغل وما كناش اتقابلنا. اتمنى بقى كمان ان ذوقي في الاكل يعجبك. اكيد. ممكن سيجاره؟ ده انا هبهركوا. ايه رايكوا؟ باربي. شبه فوازير رمضان. شبه فوازير رمضان. طب لما انت جايه تنامي هنا كنت نمتي في بيتكوا احسن. ما انا خلاص نازله اهو، لان انا عندي ميعاد مهم قوي بكره الصبح. بكره الصبح؟ ايه المصيبه دي اللي انت صاحيه لها بدري كده؟ احب اعرف. لا مفيش مصيبه ولا حاجه، شكلك حلو قوي. انا بقول لك ايه، سيبك من سوا وركزي معانا. في ايه كمان؟ انا عايزاكي تشوفي حسن وننزل يوم ونتغدى سوا، واللي سليم ننزل دبل ديت. دبل ديت؟ ايه يا عبيطه انت، سليم ده صاحبي عادي على فكره، مفيش حاجه بينا. صاحب عادي ازاي يعني يا امينه؟ انا مش ماما على فكره. انت عشان مش ماما على فكره المفروض تبقي فاهمه ان مش اي اتنين قريبين من بعض يبقى في بينهم حاجه. اللي تشوفيه. قولي بقى يا حبيبتي لصاحبك سليم العادي ده، ها ننزل احنا الاربعه ونتغدى سوا. رايحه انا. اتفضلي. تصبح على خير. وانت من اهله. فين انت كمان؟ ما هي لو هي مش ماما فانا مش عاليه يا ست امين. انا افهمها وهي كده اهو، فهماكي كده شيخه تويكسي. قال يعني انا فاهمه نفسي اصلا. ايه متلخبطه ومش عارفه انت حاسه بايه صح؟ الله يا عبد الله. يبقى حصل يا اختي. مش عارفه مش عارفه ومش عارفه اقرر حصل ولا ما حصلش ولا ايه. كل اللي انا عارفاه ان انا ببقى مبسوطه قوي وانا معاه. انا بقالي كتير قوي ما انبسطتش كده، بس برضه ببقى خايفه قوي. خايفه
من ايه بس؟ سليم حياته على كف عفريت يا ساره، وهو عارف وقابل. انا بس اللي كل ما نقرب ببقى مش عارفه اقبل، وعلى قد ما ببقى خايفه عليه ببقى متعصبه منه كده. طب وبعدين؟ لا مفيش بعدين، مفيش بعدين ولا قبلين. تمام، احنا تمام اهو. هو لازم يعني احط اسم وشكل للعلاقه دي؟ لما بنبقى سوا انا ببقى مبسوطه وحاسه براحه كده وخلاص. طالما الموضوع جميل خلاص، مش عايزه افكر انا كتير. من ايام ما فكرت وقررت وعملت خطط في حاجه نفعت؟ انا دلوقتي عايزه يوم بيوم والبس بوريك موف. عامل حاجات كتير قوي. بس يا اختي بوريك موف في وشك كمان، متخليش فيه مساحه. اه صباح على خير. وانتي من اهله يا رب ما نمشي على السلم والبحر. كويس انك ما نمتش. انام ازاي يا راجل وانا عارف انك هتبات هنا؟ كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. ايه ده؟ شيك؟ دي سفريه كده حجزتها بمناسبه عيد ميلادك. سفر ايه بس؟ انا مش عايز اسافر واسيبك يا سليم. ايه وانت هتفضل رابط نفسك جنبي؟ بس انا بيني وبينك بطمن عليك شويه يعني. اشمعنى؟ عشان امينه موجوده. انت عارف انت بالك قد ايه ما عرفتنيش على واحده، بس عينيكوا فاضحاكوا قوي ما بتعرفوش تخبوا يعني. ايه الجو ده يا بابا؟ جو ايه؟ مالك اتوترت كده؟ عادي يعني، كلنا هذا الرجل. يلا حبيبي تصبح على خير ومرسي على ايديا. نازله يا ماما وهوصل زوزو في سكتي النادي. عايزه حاجه؟ ما تنسيش تعملي تحاليلك. ايوه ايوه بعد بكره. طب قلتي لعمك بقى؟ ايوه قلت له هو جاي. يلا يا ماينو يلا حبيبتي هنتاخر. ما انا لازم بقى افهمها عشان دي هتقعد تزن. هو جاي بعد بكره من السفر وقال لي ده تحليل دم روحي من غيري مش مشكله. تبتري كتب ابيح انيل الوساده الخاليه. الوساده الخاليه من امتى؟ ده انت بطلت تقرا روايات من ايام الثانويه، ايه اللي حصل؟ ما مش بتاعتي يا ماما، بتاعت عليا ولا بتاعت واحده صاحبتها. اه ولا يمكن تكون بتاعتي انا مش كده؟ يلا يا حبيبتي يلا 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 حبيبتي عشان هنتاخر. كملي الوساده الخاليه اللي بتاعت عليا، ما تتعبي مني يا غاليه. Thank you.
الورق ناقص، محتاج يكمله ونبعته للدكتور في المانيا عشان نعرف نحجز ميعاد السفر. تمام يا سليم، بس هو المفروض ان والده هيجيب الورق النهارده او بكره بكتير، وانا هتابع مع السفاره موضوع الفيزا. ماشي. ازيك يا مينا؟ عامل ايه يا احمد؟ الحمد لله تمام، بس مسحول. ازيك؟ تمام. اتفضلي. طيب يا سليم انا اروح اكلمه الحق اتاكد عليه دلوقتي. ماشي. نورا يا مينا. كلمتك؟ اه سوري ما سمعتوش. طب انت كنت مختفي فين اليومين اللي فاتوا دول؟ غطسان فين؟ كان عندي شغل مع احمد. شغل مع احمد؟ طب شغل ايه؟ انا ممكن اساعدكم. لا مش محتاجين مساعده. طب انا حجزت الويكند بتاع الكامب اللي قلت لك عليه. انا مش هقدر اجي معاكي. ليه؟ عندي شغل هنا مع المجموعه. طب ما انت قول لي ايه الشغل وانا ممكن اساعدك عشان تنجز. لا يعني شغل مع احمد وشادي. انت كويس؟ اه تمام جدا. طب انت لو مروح انا ممكن اوصلك. انا راجع البيت. سليم سليم سليم. روحتش من بدري. كان لازم اطمن عليك. ما تقلقيش، كده كده ساعه وروح هم الدكاتره بيحللوا فلوسهم. ما قلقش ما قلقش، انا كنت هموت من الرعب يا سليم. وما تقعدش تقولي لا ما تتخضيش وما تخافيش والكلام الفاضي بتاعك ده، عشان انا بخاف يا سيدي. عارف ليه انا بخاف؟ عشان انا بني ادم، ولما بقرب من حد قوي ببقى عايزاه يبقى احسن، وببقى بفكر في اللي ممكن نعمله سوا وهو احسن. انا لما بفكر في بكره يا سليم انا شايفاك فيه زي ما باباك شايفك فيه. انا ممكن احلف لك انه هو بيقطع تورته عيد ميلاده امنيته ان انت كنت تعمل العمليه دي. عشان خاطري ما تعمليش كده. عشان خاطري يا امينه. انت اللي عشان خاطري ما تعملش كده سليم. انت مش شايف التناقض اللي انت فيه؟ يعني انت بتقول لي عيشي وانت بتهرب من الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك تعيش. انا بهرب من عمليه نسب فشلها اعلى بكتير من نسب نجاحها، بين اني اموت وده الاهون على فكره، وبين اني اعيش بقيه حياتي في كوما. انت ازاي مش شايف ان اللي حواليك لا يمكن يستحملوك بتعمل كده في نفسك ويسكتوا عادي؟ انت فاكر انهم هيستحملوا يشوفوني مرمي على السرير في غيبوبه في كوما؟ انا مش هقدر ابويا ما يبقاش عارف يقول للدكاتره هيشيلوني من على الاجهزه ولا لا، مش هعمل كده في ابويا يا امينه. اظن دلوقتي فهمت ليه مش عايز اي حد تاني يقرب مني غير يا حيوانيه. مش عايز اي حد تاني يشارك اللي انا فيه. بس دول اكتر اتنين انت بتأذيهم، والتالت نفسك. حاسه اني قاعده في مدرسه داخليه للبنات. الو ازيك يا نعيم؟ انا كويسه. أنا مش بقول إني مش هاجي، بس أنا عندي كلاس زومبا في نفس الوقت. آه طبعًا، لا وكلاس زومبا أهم أكيد، أنا فاهم. لا مش فكرة إنه أهم. لا 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 تمام تمام، براحتك عليها. أنا جايز كنت غلطان لما فكرت إنك تمسكي موضوع الكيترينج ده، عادي مش مشكلة. يمكن أنتِ مش متحمسة أو مش فارق معاكي. يا حسن والله العظيم مش قصدي. طب أنا هتصرف. خلاص 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 يا عليا، قلت لك أنا هتصرف. أنا يمكن اتسرعت ولا حاجة. طيب أنا هحضر الأوردر وهلغي الكلاس. ماشي يا علي. متزعلش بقى. لا لا تمام، بس مش حاجة. لا مش تمام، قولي إن أنت مش زعلان. خلاص يا علي تمام، يلا أنا معايا ويتنج بقى. باي باي. طيب كلمني لما تروح. آه باي باي.
حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر. أول ما أشوفه هبقى أقول له. ماشي يا أمينة، تسلمي لي روح قلبي، مع السلامة يا حبيبتي، مع ألف سلامة. طبعاً أنا لو وقفت على راسي أنت برضو هتنفذ اللي في دماغك، مظبوط؟ طيب خلي بقى السواق يوصلني في طريقكم، وبقى عدى علينا بكرة عشان تتغدى معانا، وعشان أبوك الغلبان يطمن عليك. اوعى تكوني قلتي له. لا أنا ولا الغلبانة التانية جبنا له أي سيرة. وبعدين يعني أنت مش ناوي كده تحن عليها وتطمن قلبها؟ حرام من السن اللي بتعمله فيها ده. خلاص خلاص يا هنية خلاص. تعالى بس هنا. إيه اللي خلاص؟ حرام عليك البنت كل شوية تتكلم. وبعدين أنا بصراحة خلصت كل الحجج اللي في الدنيا اللي عندي. وهي شكلها كده كرامتها هتبدأ تنقح عليها وهتبطل تكلمك وتتصل، وأنت الخسران يا سليم. كده أحسن. والله يعني أنت كده مرتاح؟ لا أنا كده مش مرتاح، بس اللي أنا عارفه أن أنا من يوم ما دخلت حياتها ويوم ما اتلخبطها أنا دلوقتي عايز أحل اللخبطة اللي عندها واللي عندي. كان سهل يا سليم قبل اللخبطة دي ما تحصل، لما كنت عايش حياتك بالطول والعرض واليوم بيومه. دلوقتي بقى فيه اللي بيخليك نفسك في بكرة وبتستناه، ده اللي ملخبطك يا سليم، ما تغلطش قلبك. Thank you.